السلام عليكم. دلوقتي هنشوف بعض المواقع اللي بتفيد جدا اي حد انتيريور ديزاين بيبقى عنده مشاريع، بترفع صورة لاي غرفة ويبدأ يساعدك في التصميم ليها. تمام، انت عايز انتيريور ولا اكستيريور ولا عايز جاردن بالشكل دوت؟ طيب ممكن ترفع صورة موجودة معاك. اجي هنا اقول له ان انا عايز ارفع صورة، ويتقول له انت عايز الغرفة دي مثلا بيدروم ليفينج روم زي ما انت عايز، والموديل بتاعك ريديزاين، وانت عايز تعمل ديزاين ستايل، بس تقول له اعمل لي تصميم جديد. فهنقدر نقول له انا عايز نرفع صورة جديدة ونبدأ نعمل لها ريندر، وتحدد الروم دي هتبقى عبارة عن ايه، مثلا كاف شوب والموديل فيجوال ستايل، وبنقول له اعمل لنا ريندر. فهو هيثبت الحوائط وثبت سقف الأرضية ويلعب لنا في الفرنتشر. ممكن يغير لنا الدهان بتاع الحيطة وبتاع السقف بحيث يناسب الشكل بتاع الغرفة. يعني حافظ على كل حاجة وغير لنا بس المنظر الداخلي. لو ممكن تقول اعمل لي رندر تاني يجيب لك شكل تاني مختلف. AI Room Planner هو اللي جت ستارت، وبيقول لك ارفع اي صورة وشوف النتيجة حسب شكل الروم اللي انت عايزها. يعني ممكن اقول الروم دي انا عايز احولها لكذا، تقدر تختار شكل انت عايزه والستايل، وتقول له اعمل لي فكرة جديدة. فيغير لك الستايل بالشكل دوت. تقدر تختار اي حاجة تانية وتشوف، حتى لو قلت له اعمل لي رندر مرة كمان هيغير لك الشغل كله. طيب تعال برضو نشوف حاجة تانية. الموقع دوت هسيب لكم اللينكات كلها اسفل الفيديو. بيقول لك ارفعها لأي صورة وهو يبدأ ان هو يخصصها لك زي ما انت عايز. عايز تعمل لها روتيت ولا لا؟ كونتينيو، ويبدأ يعمل ابلود للصورة. ممكن اقول له سربراس مي فيبدأ يشتغل، او ادفانسد اوبشن واقول له هو ده بيبدأ يتعرف على الحاجات. عندي هنا اختيار، عايز اعدل على الفرش اللي جوه ولا عايز اعدل على الاركتكتشر. هو بيبدأ يتعرف هو على كل الاجزاء، بحيث ممكن اقول له عدل لي على حاجة معينة فيبدأ يشتغل عليها. طيب هو كده عمل ماسك عليهم. ممكن اقول له انا عايز كيتشن وديزاين كلر لو انت عايز كلر معين، وتقول له جنريت. وممكن تدخل على الاركتكتشر تقول له انا عايز اعدل على الاركتكتشر. الصور دي مش هي الصور احنا شغالين عليها، هو بس بيورينا مثال لكيفية الشغل بتاعت الموقع. فيبدأ يطلع لك الصورة، يحط لك بعض الاقتراحات، تقدر تعمل تكبير ليهم وتشوف الشغل عامل ازاي. طيب خلينا نشوف الاركتكتشر. هتقول انا عايز اشتغل على الوول. طب بيقول لك انت عايز ايه الالوان انت عايزها، طب ايه الحاجه اللي انت عايز تعدلها، ويبدا يعدل لك على الحوائط. هو عامل سيليكت على الحوائط كلها، فتقدر تختار ايه الكلر اللي انت عايز تعدل فيه. فده من ضمن المواقع الكويسه. ده بلانر 5D. في حاجات كتيره جدا، منها ان انت ممكن، خلينا نبدا مثلا نود من الصفر. بقول انا عايز ابدا، فبيقول لي هتبدا من الصفر ولا تبدا مع مساعد، ولا ابلود ابلان عندك صوره ترفعها، ولا في تمبليت جاهز ندولك. فتمبليت جاهز بتلاقي الغرفه موجوده وتعمل بعض التعديلات البسيطه. هنا بيقول لي اختار شكل الغرفه، اخترتها مثلا بالشكل دوت، هو بيبدا يحط تفاصيل، وفي اي لحظه تقدر تحول كل ده ل3D. فده موقع متميز جدا يعني. تمام، المواقع التانيه بتلعب حاجات بسيطه هنا اكتر. انت عايز الغرفة يبقى فيها ايه؟ ليفينج روم. طب انا التصميم دوت، في ثواني هيعمل لك كل حاجة 2D و3D. والتعديل سهل جدا، مجرد تعمل سيليكت هو بيبدأ يديك الحاجات اللي عايز تعدل. فممكن تقول له انا عايز اضيف كورن، عايز اضيف اعدل الستايل، عايز اعدل الدايمنشن، فتعدل براحتك.
بالشكل دوت اهو. اي جزء هتعلم عليه هيبدا يديك اختيارات ان لو انت عايز تعدل فيه، عايز تغير الزاويه بتاعته زي ما انت عايز. اي عنصر تعمل عليه سيلكت هتبدا ان انت تعدل فيه. ولو جيت هنا هتقدر تضيف استير، دور، سراير مثلا، يبقى دي اختيارات. تبدا تسحب دراج اند دروب وتبدا تحط الحاجه مطرح ما انت عايز. وفي حاجات طبعا داخل المبنى وحاجات خارج المبنى زي ما تحب. ممكن اقول انا عايز اشوفها في 3D، فيبدا يوريها لك في 3D، ويقدر يوريها لك اوجمنتد رياليتي، فيرتشوال رياليتي، زي ما انت تحب. دي اخر حاجات انا كنت بستخدمها. فالبرنامج فيه شوية مزايا جميلة جدا، ان شاء الله تعجبك. طيب برنامج هوم ستايل من البرامج التقيلة اللي احنا محتاجين ليه فيديو طويل زي مثلا بلانر. في تمبليت، وفي ان انت تعمل امبورت للصورة او امبورت الكاد او تعمل ديزاين جديد زي ما تحب. هتلاقيه سهل جدا في الاستخدام. هتقول له مثلا اعمل لي روم، وكل الفكرة دراج اند دروب للعناصر اللي موجودة. دي الكاميرا، ممكن نقول له كرييت، في تمبليت جاهز لأشكال كتيرة، نختار مثلا شكل زي كده. فاعمل لك كل حاجة انت تقدر تشوفها 2D او 3D زي ما انت عايز. وعندك التولز ان انت تعمل كاستم، ممكن تقول كاستم وول، وتبدا ان انت تعمل وول خاص بيك. كريت روم، تقدر ان انت تحط باب في اي حته انت عايزها، مجرد تسحب وتحط هتلاقيها ظهرت عندك. وتقدر تعمل كونستراكشن جايد لاين مثلا بالشكل دوت. واي حاجه انت عايز تعدلها مجرد تعمل عليها سيلكت هيبدا يظهر لك اختيارات للتعديل، فتقدر تعدل. تمام، تقدر السكنس تعدله مثلا تخليه 11، يبدأ ان هو يتعدل. وعندك لايبراري ضخمة جدا تقدر ان انت تسحب وتبدأ ان انت تشتغل بيها بسهولة. زائد ان في اختيارات حلوة للرندر، تقدر تعمل رندر بأكتر من شكل. ممكن تعمله بانوراما، ممكن تعمله اوجمنتد رياليتي، فيرتشوال رياليتي، بسهولة جدا تقدر تعمل الاختيارات دي. سمارت دروب بيرسم المباني برضو بشكل سهل جدا وبسيط، مجرد تسحب دراج اند دروب وتبدا تحط العناصر بتاعتك. هو مش بيرسم مباني بس، بيرسم حاجات كتير جدا سمارت. والميزه ان هو اونلاين، مش محتاج تسطب اي برامج خالص. فتقدر ترسم في رول بلان، او ترسم جانت شارت، او مايند ماب، نتورك ديجرام، الكانبان، كل حاجه تقدر ان انت تشتغل عليها. وكلها سهله يعني، كلها في تمبليت جاهز بتبدا ان انت تسحب وتحط. تقدر تعدل، تختار تصميم مختلف، تقدر تعدل اليونت، تقدر ان انت تشوف سامبلز معينة انت عايزها. كل ده تقدر ان انت تعدل فيه بحيث تقدر تعمل اكتر من تصميم في قلب المكان. يعني ممكن تقول له مثلا انا عايز اضيف وول اوبننج، فيبدا يحدد لك. وطبعا ما هو كله بالارقام، فتقدر ان انت تعدل فيها في اي لحظه، تكبر وتصغر زي ما انت عايز. ممكن تقول له انا عايز اشوف الدايمنشن او مش عايز اشوف الدايمنشن. لو عايز تحط باب هتيجي هنا برضو تختار الباب، هو اوتوماتيك هيظبطه لك، وتقدر تعدل فيه بشكل سهل وسلس. طيب هوم باي مي، هتقول له كرييت بروجكت، هيفتح لك واجهة سهلة. ممكن تضيف وول زي ما انت عايز، نيو كونستراكشن مثلا، بيقول لك انت عندك 2D وعايزها روم باي روم ولا درو وول. هنختار شكل مثلا زي دوت، الروم تايب كيتشن، المساحة بتاعتها قد ايه. فحط لك المبنى هوت بسهولة، وتقدر تشوف 3D، وتقدر ان انت تتمشى فيه طبعا لما تخلص وتضيف الفرنتشر وتضيف كل حاجة. بلت مثلا تقدر تختار مثلا انتيريور دور او اكستيريور دور،
زي ما انت عايز. هتضيفه للمشروع وتقدر ان انت تحطه مثلا بالشكل دوت، تقدر تعمله دبل او ريبليس زي ما انت عايز. تقدر تضيف صورة وتمشي عليها مثلا، او تقدر تضيف زي ما انت عايز بقى، روم سبريت، عايز تضيف فول وتبدأ ترسم انت بقى الحوائط براحتك، مفيش اي مشكلة، محدش هيمنعك. وفي الاخر تقدر ان انت تسيف الشغل بتاعك، وممكن تضيف دور كمان، يعني تقول له انا عايز اضيف بيزمنت او عايز اضيف دور اخر. يبقى عندك فيرست فلور وسكند وبيزمنت، جراوند وبيزمنت، براحتك خالص، ضيف الادوار اللي انت عايزها. عايز تعمل مشروع كاملا، ودي الديتيلز بتاعت المشروع، هيقول لك الاريا كل واحد فيهم قد ايه، والانفورميشن بتاعت المشروع تقدر تعدل فيها لو تحب. وبعد ما تخلص ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز اعمل رندر جرافيك ايمج او سكرين شوت، او عايز اعملها 360 ايمج. وبرضه في موقع اسمه room.gpt.io، تقدر تعمل تسجيل للدخول، وبعد كده تقول له بقى ان انت عايز تصمم مثلا منزل، او عايز تصمم انهي غرفة، وممكن ترفع ابلود للصورة بتاعتك. هو بيبدأ يتعرف على العناصر الأساسية في الصورة. واو، غير لك التصميم كله بالشكل دوت، تمام. ممكن تقول له ريجنريت أو تقول له راندوم، يعمل لك تصميم مختلف تماما مع المحافظة على الأماكن الحوايط. وفي طبعا تقدر تشوف إن الموقع ده بأكتر من لغة، منهم العربي والصيني والحاجات دي كلها، فيعمل لك الصورة بالشكل دوت. ممكن تقول له راندوم ستايل، بيعمل لك صور كتيرة مختلفة، تمام. طيب تعالى بقى نشوف اللي بعد كده. ممكن تديله صورة فهو يبدأ يعمل لك ستايل ليها بشكل جديد. هو بيشتغل بالـ AI. اتمنى تشاركوا الفيديو مع الاصدقاء اللي هم مهتمين بالتصميم الداخلي، وشكرا لكم. ولو عندكم اي موقع جميله يا ريت تكتبوها لنا في التعليقات.